انا بقول لك الكلام ده ممكن يبقى صادم بالنسبه لك في نظريه المظلوميه والبكائيه والجو اللي انا عايش فيه ده، طول الوقت مشغول بالمنافس اكتر مشغول بان احل مشاكلي. دي مشكله كبيره. همشي لقدام ازاي؟ يعني انا في الاخر كل شويه عامل بالظبط ابنك هيدخل الامتحان وتقول له ما يهمكش لو سقط، ما المدرس كان وحش اللي بيشرح لك، اصل المنهج صعب، اصل انا عمال ابرر ان كل شويه لا انا الاول اصلح نفسي. والكيان ده يبقى كيان قوي بجد، وقوي ايه بقى؟ بابنائه ببطولاته بالقابه، اقدر نفس اي حد. لكن انا طول الوقت عمال اقول اصل مني، اصل جايين عليا بدي المبرر. طب وبعدين؟ بس هل حضرتك عندك جزء من تركيبتك انت كعصام سالم كزملكاوي مش كناقد رياضي، عندك جزء من هذه النظرية، يعني فكرة ان الزمالك بيتعرض لمؤامرات، ولا مش موجودة اصلا في ذهنك؟ الكلام ده يبقى في حدوده، معيش انا فيه بقى واغوص فيه وانسى ان انا عندي مشاكل. يعني انا لازم اعمل الهومورك اللي عليا، اعمل الدور اللي عليا، الواجب اللي عليا، وبعد كده لو انا بتظلم بقول ان انا بتظلم او مظلوم. أيوة. الناس هتصدقك. بس انت زعلت لما لقيت بعض الرموز وبعض الاسماء الكبيرة، اتصدمت على كلامك دلوقتي لما لقيتهم ان هم بيبصوا لمصلحتهم، ولو مصلحتهم ما اتحققتش يبقى الزمالك مش مشكله. لا، وهاجم الموجودين. ما دي مشكله. ودي مشكله ازليه. ده جوه النادي يا استاذ عصام الكلام. مشكله ازليه في الزمالك. ده جوه النادي ولا انت بتتكلم على اطراف بره النادي اصلا؟ جوه النادي برضو انت عارف، بقول لك يا اما تاخد دور يا اما تبقى ضد. على طول. مسألة كده. ما مشكله. ما يتنحاش جانبا ويسكت. انا كتير كنت انا في موقعكم كتير من الرموز ده يجي يقول لك انا امتى باخد فرصه؟ انا كنت مضطهد في مرحله فاتت، ازاي ما اخدش فرصه؟ دائما بدور عن أنا. ولو ما خدش فرصه يهاجم. لا، يبقى خلاص دخلت بقى في سكه بقى ننتقد كل الاوضاع وكل الدنيا اللي بتاع ده، مش حلو. انت اتصدمت. لا، ده اكيد، لان انت داخل بقلب مفتوح، وان ده بيتنا اللي المفروض. انا اقول لك حاجه، معلش، انا برضو عايز اقول برضو لكتير من الجماهير، طبعا استاذ عصام هو طول عمرنا هو استاذنا الكبير، وقعد اغلب فترات حياته المهنيه والعمليه في الخليج، فهو اصلا جه مصر، وطبعا كان بيجي مصر على فترات وكان بينورنا في البرامج الرياضيه، بس كون ان هو داخل نادي الزمالك عن قرب كده، فدي كانت تجربه اولى اعتقد ليك ان انت طبعًا تبقى طبعًا جوه نادي الزمالك، بقى جوه قلب أكيد نادي الزمالك. ده اكيد. فجالك شوك يعني، او جالك صدمه. بالظبط، لان في الاخر كله بيقول لك، وكمان ايه، كل الاول يقول لك بنحب النادي، بس الحب ده سلوك. مش مجرد كلام. مش شعارات. وريني انت بتحبه ازاي. مش قضيه البتاع. وبعدين بعض الناس يقول لك انا مش هروح النادي ده عشان مرتضى منصور. ماشي برضه ما راحش تاني، ما عشان بس اوريك ان هي يعني القصه مش مرتضى، مساله كلام. ان انا هدعم النادي ده لو مرتضى مش موجود فينا، ما فيش دعم. هلا طب انت فين هتثبت؟ فين بقى صدق كلامك ده؟ ايوه، ما هو مفيش. النهارده انا بقول لك في مشكلتين في الزمالك، في الرموز وفي رجال الاعمال. في الرموز وفي رجال الاعمال. طب انا الاستاذ مرتضى وده اللي وصلنا النهارده في رجال السياسه. الاستاذ مرتضى منصور قال في تصريح كتير من جماهير الزمالك على السوشيال ميديا بيجيبوه كتير الفتره دي، هو كان بيهاجم دايما رموز نادي الزمالك، وكان بيقول فين الرموز؟ فين الرموز؟ فين الرموز؟ الزمالك ما فيهوش رموز. هل انت تعاتب على رموز نادي الزمالك وتصدق على ما قاله رئيس نادي الزمالك السابق؟